النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء من تطيعه إذا أمر. إذا أمر شغلة تكرم عينك عراسي، فيها تقول ابن عمي وفيها ما تقول ابن عمي، في المسألة قولان. تقول له عراس أن تطيع من تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخونه في شيء من نفسها ومالها. والله زوجها ألا ما تحكي مع فلاني، عشان عارف أنه فلاني بتوزلها براسها، مش بتوزلها براسها، فلاني متعلقة جدا بالدنيا، كل ما تيجي لعندها بتقول رح نعمل لها شوبينج، بتقول بتبلش لها بالشوبينج وعاملين سيل على مش عارف ايش، ورحنا وظهرنا واشترينا وزينا وكذا، وهي جوزة مسكين يعني يا دوب يوصل لعشرين الشهر ببلش يتدين. فاجت ضربت له بوز، لا بفوت مرته بسم الله ما شاء الله، اكيد كانت ما دام هالبوز بوجهي، انت ليه ما بتدهرني زي ما بتدهر فلاني؟ الله لا يوفق فلاني، عاب اللي جابه فلاني مش عارف ايه، ليه؟ خلص هاي خربت بيوت، ما عاد تحكي لي معها، سلام سلام بس اكثر من هيك لا. هو ظهر من هون هي تتربت من عند الاب. الرجل فيه يمنعها من يعني تخفف، مش من القطيعه كليا، المسلم لا يحل له ان يهجر مسلما. فهون بدها تحفظ الشيء اللي نهاها منه. لو حتى على شيء بسيط، قال لما تحط كيس الزباله برا، شوف قد ايه هي عشان الجيران يمكن يتاذوا. طالما امرها زوجها فلا يجوز.